حل معكم مشاهدينا مع ايت سمارت، اليوم معي رندا، واليوم امبارح حكينا عن المحلل الاصطناعي، اليوم عملت لنا حلويات مع المحلل الاصطناعي. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ كثير منيحه. اليوم بدنا نقارن ستيفاني وبدنا نكمل حديثنا عن المحلل الاصطناعي، واللي عملته هو بدي فرجي انه شو الفرق بين استعمل السكر العادي، استعمل فركتوز، اما استعمل المحلل الاصطناعي. بس بحب اذكر المشاهدين دائما انه فيهم تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك وتكونوا عم بتتابعوني وقت تسمعوا على كل شيء له علاقه بالتغذيه. خبريتي بعدنا عم نحكي عن مرضى السكري، الاويرنس بشهر نوفمبر هو كثير مهم لمرضى السكري. اليوم الحديث على النساء اللي هن بيصير معهم سكري هن من خلال الحمل، فبنقول له هيدا جستيشنال دايابيتس ميليتس. فبدراسه اللي هي اخذت عدد كبير من النساء وكانوا عم يشوفوا ويراقبوا كيف عندهم الاوبيزيتي، قديش عم ينصحوا، كانوا عم يراقبوا كمان الجلايسيميك اندكس عندهم بالاكل، قديش عم ياخذوا اكل عالي بالجلايسيميك اندكس، كانوا عم يراقبوا الاكتيفيتي تبعولهم، قديش هن عم يكون عندهم حركه وانتباههم على اكلهم بالنتيجه. وتبين هون انه الامات اللي انصابوا بالسكري خلال الحمل هن شو صار مع البيبيز بعدين؟ اللي صار انه صار في شيء اسمه دي ان اي ميثيليشن عند البيبيات وقتها خلقوا. شو يعني؟ يعني الدي ان اي الجينات مش هي تغيرت، ولكن الاكتيفيتي تبعولها كيف هي عم تكون عم تشتغل تغير، مما ادى يعني تغير بطريقه بتادي انه هن بالمستقبل يصير عندهم مشكل بالنصاحه المفرطه ويصير عندهم مشكل بالسكر والانسولين ريزيستنس. هي اذا ما انتبهوا لمن كان عندهم جستيشنال دايابيتس وما حدا تابعهم، بس اذا اهتموا بحالهم مش ضروري. فمشان هيك للاشخاص النساء اللي كانوا عم يهتموا بحالهم اللي هن زبطوا وزنهم حتى بهيدا الوقت، نحن في وزن معين ما لازم نتخطاه بالزياده، اللي كانوا عم ياكلوا الاكل المضبوط الخصوصي للشخص اللي هو معرض ليعلى معه سكري، اما الشخص اللي هو معه سكري، النساء اللي كانوا عم يعملوا اكتيفيتي، هذا كله دخل بالدراسه. نعم. وكانوا عم يحركوا، هول النساء هن اللي حموا اولادهم. فمن هالدراسه كمان التوعيه زياده للنساء انه مش المشكل بيكون بس عندكم، المشكل انتم عم تورطوه للاولاد وقتها انتم كمان ما عم تهتموا بحالكم. والحلو هون اذا اهتميتوا بحالكم بتكونوا مش بس عم تحموا حالكم، عم تحموا البيبيز كمان. فهيدا تشجيع. خبريه حلوه. تا نرجع لموضوعنا. عم شوف اوتس. قررت اعمل ابل كرامبل. اول شيء رح اخبركم انه هيدي اهين ريسيبي بالحياه. يامي. اوكي. طيبه كثير وخفيفه كثير، ومن وراها رح علق على كم موضوع بطبخ بالمحل الاصطناعي. ابل كرامبل بدها تفاح، نحن هون استعملنا تفاحتين. اوكي. اوكي. بدها تاخذ كوب ونص من الشوفان. بتاخذ هيدي الريسيبي الجامبو مش الحبوب. مزبوط حبوب كاملين. عندي كوب واحد من الحليب السائل اللي هو نون فات مستعمله هون، مستعمله ملعقه صغيره من القرفه بالابل كرامبل. القرفه أكيد. هي شغله كثير مهمه. مستعمله كمان هون المحلي. هلا الفرق بين الثلاث ريسيبيز اللي عم نشوفهم هو نوع المحلي. فبنشوف هون الريسيبي النصانيه هي فيها الاربع ملاعق من السكر، بينما بدل السكر العادي. أوكي. بينما هون في الفركتوز بتشوفي شوي بيشبهوا بعض. ايه انعم شوي. ايه. وهون رح نشوف ما بعرف اذا مبين الستيفيا اللي عم بستعمله اللي هو انعم بكثير. رح ابرمها بركي حتى كمان تبين عنا شوي انعم بكثير. فاذا استعملنا هيدا الفرق بيناتهم، بعدين حاطين هون ملعقتين من البيستاشيو الفستق الحلبي، وهون عندنا ربع كوب من الزبيب. اوكي. هلا الريسيبي كثير هينه، نحن التفاح بدنا نكون عم نقشره نقصقصه ونكون عم نحط او السكر، لكن اربع ملاعق من السكر لريسيبي، الريسيبي الثانيه ملاعق صغيرة كبار. لانه هون عم نعمل 12 قطعه.
اوكي اللي عم بحكي بيعمل ريسبي بتعمل 12 قطعه. فاذا هون السكر او الفركتوز او حطينا المحلى الاصطناعي. اوكي حطيناهم مع التفاح وحطينا معهم السينامون القرفه. بهالوقت نحن اخذنا الشوفان وبدنا ننقعه مع الحليب. فاذا الشوفان مثل ما بنعرف ستيفاني شوي سميك وما بيتش بسرعه. سو بالقليل اذا سخنا بلا مزبوط مزبوط. ففينا ننقعه هلا نحن فينا ننقعه قبل بنهار ما عندنا وقت فينا ننقعه قبل بنص ساعه. أوكي. بس هو اللي بده يكونوا عم بس عم نتركهم بالبراد بس ننقعه 100% بعدين نحن كثير هيين رح نكون عم نحط مثل ما قلنا الريزنز الزبيب وعم نحط البيستاشيو وعم نحط المظبوط الفستق حلبي والشوفان مع الحليب وهول كلهم عم ينقعوا. بعدين رح يكونوا عم يتسخنوا. نحن بكون عملنا السكر مع التفاح وانتبه انه ما حطيت زبده ابدا بهالريسيبي ولا اويل ولا اويل ابدا. وبالاخر فينا نكون عم نمدهم بسرعه على صينيه حاطين التفاح تحت حاطين باقي الانجريدينتس كبيناهم فوق وحاطينهم بالفرن لمده 20 دقيقه او في That's انا ذاتس ات بال في حطهم مثل الكب مزبوط نعملهم مثل الكب كيكس اما مثل المافنز مثل ما انتم شايفينهم هون. هلا انا اللي عملته هون هول البورشنز. فاذا الريسبي اللي اعطيتها هي ل 12 شخص. اوكي هيدي البورشن لكل شخص مثل ما نحن شايفين هون هي 120 جرام. هلا رح اشوف اعطيكم الفرق بين الثلاثه ريسبيز ونشوف شو صار عندنا الفرق. اوكي اللي كان عندنا سويتنر اوكي الكالوريز بتاع الستيفيا هو 136 وحده حراريه. أوكي. رح احكي اول شيء على الوحدات الحراريه. اذا كان عندنا فركتوز بتصير 154. اوكي فاذا هيدا الفرق. واذا كان عندي سكر عادي بتصير 168. هلا انا اللي بدي ارجع وصله انه الوحدات الحراريه زادت ولكن منا بطريقه كثير كبيره. مزبوط. اذا بدي احكي عن وحدات حراريه هيك لاحكي هون شغله ثانيه عن النشا لانه كمان مهم. فاذا هون اذا بدي احكي عن النشا بالسويتنر برجع على اول صحن بيطلع فيها 27 جرام بالقطعه. اوكي اوكي بوقت يكون عندي فركتوز بيكون 32 علي نشا وبيكون عندي 36 وقت يكون عندي السكر العادي. اوف هلا كمان الفرق منه كثير كبير. مزبوط لانه بالنتيجه النشا هيدا اللي بدي احاول وصله واللي امبارح كنا عم نحكي ستيفاني اللي هو الستارتش. ايه عندي نشا هون كذا مصدر هات لنحكي عنهم. الشوفان في نشا تفاح. التفاحة فيها نشا الحليب في نشا والزبيب في نشا. فإذا نحن مصدر النشا منه جاي بس من السكر. أوكي. وكمان بدي أتذكر شيء إنه هالرسيبي كلها تأخذ 4 ملاعق كبار سكر. فإذا أنت وقت عم تاخذي الشقفة الصغيرة طلع لي ما طلع لي كمية السكر هي تقريبا ملعقة صغيرة. فكمان هون منا هالشغلة اللي كتير بتفرق. اوكي فهيدي بالنسبه للريسيبي. لارجع هون لموضوع السويتنرز اللي عم بحكي عنه. أوكي. فاذا وقت اقول ارتفيشال سويتنر انا اليوم عم بعني فيه الستيفيا يلي ما بيعلى سكر بالدم. مزبوط واللي ما في وحدات حراريه بينما كمان. الفركتوز هو منه ارتفيشال سويتنر. مزبوط اوكي هلا شو الفرق هون بين السكر ليش انا كمريض سكري بستعمل سكر او بستعمل فركتوز؟ هلا الفركتوز ببين انه هو وقت انت تاخذي اكله فيها فركتوز عم نحكي على نفس الكميات مش دغري بيعلى السكر بالدم عندك. اوكي فاذا مش مثل الفواكه مثل الفواكه او مثل اذا عملنا مربى وحطينا فيها فركتوز, او مثل اذا عملت هلا ريسيبي وحطيت فركتوز. أوكي. فهون ما عليه دغري عند السكر. ولكن بعد الدراسات والدراسات بين انه الفركتوز بده يروح على الكبد حتى الكبد هو بحوله للسكر اللي هو الجسم عم يستعمله الجلوكوز وهيدا الشيء عم يأثر سلبا على الكبد. وهيدا الشيء اذا كترنا من الفركتوز عم يعلي التريجليسيرايدز. مزبوط وعم يعمل كمان شحم بالكبد. مشان هيك نحن هون كمان كثير الفركتوز منا شغله منيحه. فاذا لارجع على البالانس لارجع على اذا نحن بدنا ناكل شيء بدنا ناكله ولكن باعتدال. هيدا قضية الفركتوز. هلا لارجع على المحلى الاصطناعي رجعنا لخبرية امبارح اللي كنا عم نقولها الدراسات الجديدة عندنا كذا شغلة بدي اقولها.
أول شيء بدي أقول إنه بعرف ستيفاني نحن في عنا المحلل الاصطناعي بيكون FDA approved موافق عليه من FDA، ولكن أوقات FDA بتعمل شيء هي منا approval اسمها grass. اوكي يعني بنقول انه نحن رح نقول انه هو صحي منه عاطل، فهي الستيفيا هي جراس هي منا بعدها FDA approved. اوكي ولكن لانه تبين انه ستيفيا هي لحد هلا مبينه صحيه فاذا محطوطه بهالكاتيجوري. كمان حبيت المشاهدين يعرفوا بهالشيء. هلا مشان هيك هون كمان من وراء الدراسات، هل نحن عن جد بنعرف هل في دراسه قاطعه وبتقول انه نحن سيف هالقد امن انه ناخذ محلل اصطناعي؟ ما في ولا دراسه. هل في دراسه قاطعه بتقول الاولاد لازم ياكلوا هالقد ماكسيموم، الكبار لازم ياكلوا هالقد ماكسيموم؟ كمان ما في دراسه. هلا دراسات اخيره اللي كنت عم بتسمع عليها من كم اسبوع بتقول انه للولاد، خلينا نقول وبننتبه دائما دراسات الولاد ذكرتها امبارح هي عشو على المحلل الاصطناعي الموجود بالمشروبات، فاذا لانه مش أكتر تبين لانه تبين انه هن اكثر شيء عم يتناولوا هالمشروبات من المشروبات، فاذا هي الفنجان اللي هو بين 250 ل 335 جرام، هي هي الكميه اللي هي مسموح فيها ومش اكثر من هيك. فنحن كمان مش ريفيل يعني واحد اوقات بيروحوا على ريستوران بياخذوا ثلاث اربع مرات بيعبوا لأنهم قاعدين وعم يتسلوا ما بينتبهوا. وبعدين في كثير من الأهل ما بينتبهوا أنه عم يشتروا كثير من المأكولات اللي هي بتحتوي المحلل الاصطناعي، فهون كمان من اللي طالبينه الساينتست بهالأيام أنه الأشخاص اللي هم عم يعملوا أو عم يعملوا هول المأكولات ويبيعوها لازم يحطوا شو هو نوع المحلل الاصطناعي وكميته الموجودة بكل حصة، لازم تكون كثير أوضح مما هي عم تنحط هلا. كمان برجع لأشياء هي كانت كثير واضحة، هل الأشخاص اللي هن أخذوا محلل اصطناعي هن أشخاص ضعفوا لأنه أخذوا محلل اصطناعي بدل السكر؟ جواب كان قاطع إنه لا. هلا هل امبارح كنت عم تقولي لي إنه معلقة سكر صغير 16 كالوري 100%، مش إنه هالبيجديل يعني مزبوط. إنه في، وإذا أوكي إذا أخذنا معلقة صغيرة من الستيفيا ما في كالوريز، بس إنه كمان يعني في هلا هون صار عندنا الخيار. كثير ناس بيقولوا لي رندا عم تحكي بس بتذكري انه السكر هو شغله منا صحيه. منا صحيه بوافق معكم 100%، دائما بقول عن هالشيء. نحن بدنا نكون عم نخفف، ولكن برجع بقول نحن اوقات بنستحلي، فاذا استحلينا فينا ناكل والخيار عندنا. في مش كل يوم ومش كذا مره بالنهار، وفي انا بدي اكله بسكر اما بدي اكله بمحلي، ولكن المشكل انه وقتها انا كنت عم باخذ محلي اصطناعي بصير اقول في اكل قد ما بدي، فبصير واحد ياكل من الكميات اكثر، وتبين هون بالابحاث انه بصير ياكل اكثر، فاذا عم ياخذ اكثر نشويات عم ياكل اكثر دهنيات عم ياكل اكثر وحدات حراريه. ما حلينا المشكله. اكزاكتلي اكسبت بدي ارجع لموضوع كثير مهم، مريض السكري. مريض السكري اللي هو اوقات بيستحلي هالحلو، طب انا اذا بدي اقارن بعطيه سكر عادي او بعطيه محلل اصطناعي؟ رح اعطيه المحلل الاصطناعي، ولكن رح ارجع نبهه انه انت وقت عم تاخذ هالاكله اللي فيها محلل اصطناعي انت انتبه، يمكن عم تاكل فيها نشا، عم نرجع لنفس الموضوع، او عم تاخذ فيها دهنيات، فبدك تنتبه للكميه اللي انت بدك تاخذها حتى لو كنت عم تاكل محلل اصطناعي. لانه المريض السكري لازم ينتبه على الكوليسترول وعلى التريجليسيريد كمان 100%، مش بس على كلته وعلى قلبه وعلى وعلى كل شيء. فاذا هيدي شغله مهمه. وبرجع كمان بقول انه السكر اللي بالمحلل الاصطناعي بين انه عم يفتح القبليه للسكر، وبنرجع بنقول عم يتعب المصران والميكروبيوتا بالمصران، فبدنا ننتبه. ثانك يو رندا على المعلومات. انا رح انتقل لعند مارك بيروتي ونيتشر.